لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يلاقي المنتخب الوطني المغربي في الجولة الثانية من البطولة العربية للمنتخبات نظيره منتخب الأردن، ويطمح المنتخب الوطني المغربي لتجاوز نظيره منتخب الأردن في المقابلة الثانية بكأس العرب للمنتخبات، حيث فاز في المقابلة الأولى على منتخب فلسطين بأربعة أهداف دون مقابل، ويحصل المنتخب الوطني المغربي المركز الأول ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخب الأردن بثلاث نقاط، بينما يتواجد منتخب السعودية ومنتخب فلسطين في المراكز الأخيرة بدون نقاط. ومن المتوقع أن يدخل المنتخب الوطني المغربي المقابلة بالتشكيلة التالية: في حراسة المرمى أنس الزنيتي، في الدفاع الاعتماد على بدر بانون ومروان سعدان في محور الدفاع، وإشراك محمد النهيري ومحمد الشيبي في الأطراف كجناحي دفاع. في الوسط الاعتماد على اللاعب يحيى جبران وعبد الإله الحفيظي بالإضافة لوليد الكرسي على مستوى خط الوسط. على مستوى خط الهجوم الاعتماد على أشرف بن شرقي وسفيان الرحيمي في الأجنحة، وإشراك وليد أزارو في قلب الهجوم. وتقام المواجهة بين المنتخبين يوم السبت 4 دجنبر انطلاقا من الساعة 11 صباحا بتوقيت المغرب، والساعة 10 صباحا بالتوقيت العالمي، وذلك برسم الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة العربية للمنتخبات. للإشارة المقابلة بين المنتخبين ستنقل على قناة بي إن سبورتس الأولى والثانية.